صباح الخير، كيف كل يوم؟ اليوم هو السبت، تاريخ اليوم 5/12/2020، وإحنا بفصل الخريف. هيا نستذكر معا حروفنا الأبجدية لنتعرف ما هو حرف اليوم. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زين، سين، شين، صاد، ضاد، طه، ظه، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، ها، واو، يا. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أشاهد زرافة. ز زرافة. ما الصوت الأول في كلمة زرافة؟ نعم، ز ز. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أشاهد زيت. زيت. ما الصوت الأول في كلمة زيت؟ ز زيت. زيت. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ نعم صحيح، أشاهد زعتر. ز زعتر. ما الصوت الأول في كلمة زعتر؟ ز ز. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ زجاج. زجاج. زو. ما الصوت الأول في كلمة زجاج؟ زو زو. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ نعم، أشاهد زهور. زهور. أشاهد زهور. ما الصوت الأول في كلمة زهور؟ نعم، زو زهور. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ نعم صحيح، أشاهد زر. زر. ما الصوت الأول في كلمة زر؟ زي زي. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أشاهد منزل. منزل. أين تسمع صوت الز؟ نعم، في وسط الكلمة. منزل. منزل. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ نعم، موز. موز. أين تسمع صوت الإز؟ نعم صحيح، في آخر الكلمة. موز. وماذا في هذه الصورة؟ نعم، أشاهد جزرو. 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 ما الصوت الذي تسمعه في وسط كلمة جزر؟ نعم، ز ز. جزرو. جزرو. ما تشاهد هنا؟ نعم، أشاهد خبز. خبز. نعم، حرف اليوم هو حرف الزين. اسمي زين وصوتي ز ز. هيا نقرأ حرف الزين مع المد القصير. ز زو زي. صوته خفيف. ز زو زي. هيا نرى كيف يكتب حرف الزين. كيف يكتب حرف الزين؟ يكتب كما يكتب أخوه حرف الراء، لكن على رأسه في يوجد نقطة. إذن نقطة البداية
بنزل خط صغير من ثم خط مائل تحت السطر وأضع النقطة. كمان واحدة، بنزل خط صغير ثم خط مائل تحت السطر وأضع النقطة. هكذا يكتب حرف الزين. شكرا لكم.